أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، إن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أوضح سبحانه أنه خلق الجن والإنس العبادة، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولم يخلقهم لأمر آخر، فإنه سبحانه غني عن جميع خلقه، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويعظموا أمره ونهيه وينقادوا لشرعه. وأمرهم بهذا فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني تتقوه، خلقكم لتتقوه. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تبين أنه أرسل الرسل لهذا الأمر العظيم، ليدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه وترك الإشراك به، أرسلوا لهذا. وهكذا الكتب أنزلت لهذا، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وبهذا نزلت الكتب، وبهذا أرسلت الرسل. فالواجب على جميع المكلفين من الشباب والشيب، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، من الجن والإنس، أن يعبدوا الله وأن يتقوه ويعظموا أمره ونهيه، وأن ينقادوا لشرعه، وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له. هكذا جميع العبادات: إياك نعبد وإياك نستعين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت.